السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات ومقاطع أنتوا صورتوها وأنتوا نشرتوها على هاي المواقع، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة، وتقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام. أي شخص ما يقدر يتصل بنا لأي سبب إن كان يقدر يدزلنا على الرقم الأخير اللي بصفه إشارة الواتساب رسالة إلى الرقم المخصص لبرنامج واتساب بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم، نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من الحلقة، ونتمنى تكون الرسالة مطبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف من منو ومن وين إجتنا الرسالة. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم، وأول ملف ويانا هو ملف الصحة اللي بموسم الزيارة لسنة 2023 صارت بكوارث مصائر بكل العالم. يحتاجون مرضى الكلى أن يتخلصون من الفضلات والسوائل الزائدة بالجسم من خلال عملية غسل الكلى، وهي عملية صناعية أو صناعية يسويها المريض لما تتعطل عنده وظائف الكلى وتعجز عن القيام بمهامها بشكل صحيح. بالعراق مئات الآلاف من العراقيين المصابين بالفشل الكلوي يواصلون رحلة علاجهم المتعثرة بين مستشفيات ومراكز حكومية بوسط تزايد الدعوات لبناء مستشفيات جديدة حتى تخفف من معاناة هؤلاء، وتوفير منح مالية للأشخاص اللي يعانون من المرض، ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء لمن يحتاجه. على الرغم من الحاجة الماسة لمرضى فشل الكلوي للرعاية الصحية، إلا أن المفارقة وين؟ مفارقة تصير لما تشوفون اللي رصده ناشط من قضاء الشطرة بمحافظة ديقار، لما يشوف مستشفى أو مركز قضاء الشطرة لغسل الكلى ساد بيبانة قدام مرضى الفشل الكلوي وهو مركز متخصص لهؤلاء، بذريعة أنه اللي يشتغلون بهذا المركز وين رايحين عيني؟ رايحين للزيارة الأربعينية، وكأنه المركز مطعم، سوبر ماركت، محل، دكان، صاحبه شوكت ما يريد يسده أو شوكت ما يريد يفتحه. خلونا نشوف مركز الشطرة لغسيل الكلى. هذا اللي جاي يشوفون أمامي هذا مو مطعم ولا كافتيريا، هذا مستشفى غسل الكلى، يعني أرواح ناس بهذا المستشفى. هذا المستشفى صار له 4 أشهر من انفتح، حكينا وطالبنا وقلنا لكم يا بريد خفر لهذا المستشفى، ما اريد اذب اللوم بالمنتسبين، ما حد وفر. تدرون المستشفى هسه معزل ايام الزياره، صار اليوم ثاني وباشر ثالث واحتمال رابع معزل، يعني انا اذا مريض عندي غسل كلى يجيبون اهلي القاه معزل. وزير الصحه، هل يعقل مستشفى غسل الكلى اللي هو قضيه حرجه يعزل؟ مدير مستشفى الشاطره انت المسؤول، انت والاداره ومدير صحه ذيقار، واكو بنيه متوفيه بعد ما اعرف توفت هنا اثناء خروجها، تتحملون المسؤوليه. لا تقول لي موظف بالزياره ولا تقول لي منتسب، هذا صوت بيكم كوادر ما مفرين، لان انتم ما بيكم خير وما بيكم حظ، وكل خدمه ما بيكم للناس. مستشفى غسل، مستشفى غسل معزل، معزل مال الكلى، والناس حيره زمانها. وينك يا جدين؟ وينك يا زياره؟ لا تتحدثون بالزيارة، أنتم ما بكم خير. وهي الرسالة لوزير الصحة، مدير صحة ديقار والإدارة مستشفى الشطرة ما بهم خير. السؤال اللي ينطرح هنا، الموظف اللي عنده واجب يترك الواجب ويطلع على مود الزيارة؟ يعني الشرطي باكر عقبه يعوف ويطلع، والجندي باكر عقبه يعوف ويطلع، والمنتسب باكر عقبه يعوف ويطلع، والواجب الوطني انترك. احنا مو بالضد من احياء الزياره بالتاكيد، لكن احنا من ضد من هاي التصرفات، لانه هذا التصرف غير مسؤول. حكى كلمه صحيحه، يقول لك المريض اللي يحتاج غسل كلى ويوصل لهذا المكان يوم ويومين وثلاثه واربعه مسدود المركز، شو يسوي؟ يركب سياره ويطلع من الشطره يروح للناصريه؟ وصل لهناك ولقاه هو همين مسدود، شو يسوي هنا؟ يطلع من الناصرية أو من محافظة ديقار يروح إلى النجف مثلا أقرب محافظة له، أو يطلع إلى كربلة، أو يروح إلى بغداد؟
مات بالطريق، منو يتحمل المسؤولية هنا؟ شغلة اللخ، خريجي المهن الطبية وش قد سووا تظاهرات، عينه عين يلا وطلعهم شفتات وخلي شفت يشتغل بحيث يدار الناس. ناشط ثاني من محافظة ذي قار اللي راح نبقى بيها وما راح نطلع من أدها سلط الضوء همنا على كارثة، هي كارثة إغلاق المستشفيات التخصصية خصوصا اللي تتعلق بتقديم العلاج للأمراض المزمنة، منها الفشل الكلوي بحجة المشاركة بالزيارة، واعتبرها أنه هاي واحدة من الكوارث اللي ما صارت بكل دول العالم أنه يسووها وتحت يا ذريعة ذريعة الزيارة. خلونا نشاهد شنو تعليقه على هذا الموضوع قبل أن نستعرض آراء الجمهور. دولة شريفة لو أكو حكومة بالمحافظة يخافون الله ونزيها، قسما بالله بالقرآن لو أكو دولة صارمة يمكن الموظفين هاي تنعدم. يعني عزل ناس أمراض عندها عجز كلوي والله رايح للزيارة، أنت يستقبلك مثلا الحسين يستقبله، عايف ناس أمراض بالجملة عندها عجز كلوي، كافتيريا عندك، محل مال بنشرشية أنتم غير عجز كلوي وناس أمراض بالجملة، لازم أسره محل مثلا مال ملابس ومعزلة وعايفة غير ذمم عالم غير راتب أنت تعطيك الدولة، أنا ما شايف بالتاريخ بأي يعني. هذا إذا بدولة مثلا هسه غير العراق دول الموظفين وين؟ يعني مستشفى عزل معزل 3 أيام، مستشفى عزل طرقاعة غسل كلوي والناس لازم أسرة ميتة، واليوم طفلة ميتة ليش؟ ليش مثلا؟ وين محافظ ذي قار؟ وين قي مقام الشطرة؟ وين المتابعة؟ وين مدير الصحة؟ أنت شنو شغلك؟ أنت مريض؟ صاحي أنت؟ أرواح ناس هاي بذممكم بالقرآن لو أكو دولة اليوم أنتم تتحاسبون على تكريل بنص الشارع، ولك محل مال دهن هو تبيع لفات أنت غير ناس مرضى نايمة بالشارع، مستشفى معزل الله يستر وين ما صايرة. مع احترامي إلى كافة المهن اللي ذكرها الناشط، بنشرتش أكو بديل عنه، مطعم أكو بديل عنه، مول أكو هواية بديل عنه، محل مال ملابس أكو بديل عنه، واحد يبيع لفات أكو غيره يبيع لفات وغير موديلات، كل شيء ممكن أن تذكروه أكو بديل عنه إلا المستشفى، وخصوصا المستشفيات اللي لها علاقة بعلاج الأمراض المزمنة، أمراض السرطان، فشل الكلوي، غسل الكلى، أمراض المعالج أو مستشفيات الأمراض المستعصية، ذني كلهم ما لهم بديل. مراكز غسل الكلى بالمحافظات يمكن بكل محافظة أكو واحد واثنين، ماكو غيره، ماكو بديل عنه. بس بالعراق مريض غسل الكلى يلزم سرة، ومريض غسل الكلى ينام بالقاع، ومريض غسل الكلى ماكو تبريد أو مكيفات، مريض غسل الكلى ما يلقى علاج، مريض غسل الكلى يحير بروحه أكثر مما هو حاير بمرضه. بس بالعراق المريض هو اللي يجيب الدواء للمستشفى، سلام عليكم هذا دواية بداية ممكن تطوني إياه، أدري طاب المضمد آني، حتى المضمد بدكان صغير عنده سرنجات وشاش وعده مال تجبير وبعض الأبر اللي يزرقها للناس، حتى المضمد المجبرش اللي موجود بأي حارة بأي زقاق بأي ناحية بأي منطقة بأي حي همينا عنده عدة يستخدمها لما يجبر فصخ أو كسر. بس مستشفيات العراق هذا الحال، مريض ما يلقى دواء، ما يلقى سديات، ما يلقى تبريد، ما يلقى علاج، وصل بها الحال أنه يلقاها معزلة. ناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أبو حسين العراقي، الله وكيلك، دوائر الدولة نصهم ما يداومون. حسين حيدر،
التعيينات على الصحة المركزية وكل سنة مستمرة على الرغم عددهم فائض وكل هاي ويقولون ماكو خفر، والله تسيب ومهزلة. ضياء الكناني على دائرة صحة ذي قار، توفير كادر مسائي وخفر في أيام العطل لوجود أعداد كثيرة من المرضى في الشطرة وبحالات طارئة تحتاج للغسل. شاكر العتاب يقول والله كارثة، خلي يشوف السوداني يقول نقضي على الفساد. وهذا شنو يابه؟ أكو تعليق للأخ حسين حيدر يقول كل سنة والتعيينات على الصحة المركزية مستمرة وعلى الرغم من عددهم الفائض يقولون ماكو خفر. تعرف ليش أخوي العزيز؟ لأنه ماكو تعيينات للخريجين، ماكو تعيينات للناس اللي تشتغل صح. أكو تعيينات بالمحسوبية، أكو تعيينات بالواسطة، أكو تعيينات ابن عم وابن خال، أكو تعيينات للعائلة، أكو تعيينات بالفلوس. ادفع هالقد تشتغل. فذول اللي يجون بيهم اللي مو خريج، وبيهم اللي ما يفتهم، وبيهم اللي ما يعرف السالفة أصلا، وبيهم اللي ما له علاقة أصلا، فهذا ما يداوم. واللي يسموه العراقيين ورا سنة 2003 وقام ينعرف مصطلح الفضائي، هذا ياخذ راتب من الدولة بس وجوده من عدمه واحد. بالمقابل عندك خريجين بالآلاف وناس يفتهمون بالآلاف وناس تريد تشتغل بس الدولة ما تدير لهم بال. هاي كوارث العراق. أبو علي من الناصرية حياك الله. الله يسعدك. شلونك يا ابو بيدي؟ شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. الله يخلي هذه الاذاعه والكادر فيها. هلا بيك يا الغالي. ام مثنى الضاري زين الله يخليك. حياك الله. شوف استاذ اسد، هاي يسموها الحكومه السائبه. نعم. عرفت ذولا يعني انا اقول لك تايه. اولا يعني انا اقول لك رئيس وزراء بقال. عرفت؟ نعم. فصار شيء صار هيته ضوابط ماكو تايهه يعني غنم بدون راعي. هاي وحده. وثانيا هم دوله مو مالحكم دوله. دوله ما راقب في شيء تصرفهم بالمطايح. شيء المطايح تصرفهم لان هسه الدوائر تتماكن من الطب للدوائر جيفه اطرت بالمستشفى الله وكيلك الجريتيه والزباله. يعني حسبالك مو بلدين جاي حسبالك يعني من السودان. عرفت؟ فذول اخوي يعني شوف استاذ ذول انا زين خبز باقي بعاني. نعم. زين السوداني السودان هذا ماكو مدير مال بلديه يعني مو وجيه مثل يعني رئيس وزراء. نعم نعم. هسه هم يحجون يعني واحد اذا من يحكي الحق ما يردون. مثلا تقول له انت بوي انت غلطان يقول لك لا تحكي. بوي انت عود يقول لك لا تحكي. بوي انت حرامي يقول لك لا تحكي. نعم. بوي انت ارهابي يقول لك لا تحكي. بوي انت جاي تسوي شيء غلط يقول لك انت بعثي. زين الميليشيات هسه ماكو خالي مسيطرة على المزارع. عرفت؟ كل من اخذ حصته هاي الموازنة تقاسمون بيها. عرفت؟ نعم نعم نعم. هم ذولا والميليشيات. نعم. عرفت؟ وقيس الغزعري وعمار الحكيم. عمار الحكيم ماكو ذاك اليوم بالزيارة يمشي. اخوي اجى من البصرة صفقوا له الجماعة. عمي ايوه الشعب العراقي قوموا مظاهرات. ذولا شافوكم شني ما تقوموا انتم. هاي يسموها حكومه دروب يعني. نعم. شلون يعني حق المال دجاج. نعم لا في لا عليم. نعم. شكرا 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 لك ابو علاوي. ابو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله استاذ افل وحيا الله قناه الرافدين وجميع الساده المشاهدين الكرام.
استاذ أفل، يعني احنا بالعراق من سقوط لحد الان ما شفنا هيجي موقف، وما يشهد العراق قبل 2003 ولحد الان ما شهدت انه عندنا مستشفيات، ما شهدت انه عندنا دوائر دوله تخدم المواطن او مراكز شرطه تعوف واجبها وتعزل الموقع اللي هو يتبع للحكومه وللدوله وتروح للزياره. احتراماتي لزوارنا واحتراماتي لان هاي المفروض لو كان عندنا وزاره صحة يعني تابع الحكومة تابع رئيس وزراء، المفروض كان يحاسب الناس اللي موجودين بها الأطباء الدكاترة واللي منه سمح لهم أن يغادرون هذا يعني المكان ويرحلون، يعني كل الأطباء والمنتسبين المفروض يحاسب هذا الشخص اللي ترك المستشفى أو ترك المستوصف، لأنه هاي المفروض الدوائر الخدمية اللي هي تفيد المواطن. يعني على ساعة يجي مريض عنده حالة فشل كلوي أو أي أمور كانت مستعجل أن يروح أقرب مستشفى، فإذا ما توصل للمستشفى من هو يكون السبب غير المسبب أن يكونون اللي موجودين بهذا المستوصف هاي المستشفى؟ فللأسف هذا دلالة عليه أنه يثبت إحنا ويثبت العراقيين أن وزارة الصحة هي من وزارات اللي هي تتبع للأحزاب وتتبع للميليشيات، ما همهم أرواح المواطنين سواء إذا توفوا سواء إذا ماكو علاج سواء إذا كانت الأمور سيئة، هذا ميهمهم يهمهم بس مصلحتهم ويهمهم. طيب اللي يحب الحسين واللي يحب آل بيت إنه كيف يترك هذه الناس وهذه المظلومية؟ الحسين طلع من وراء الظلم من وراء الفساد، فهم من طلعوا عافوا هذا الموقع من وراء شنو طلعوا؟ من وراء الفساد مالتهم من الظلم اللي يظلمون للشعب. فأني أشكرك، تحياتي لك أستاذ أفل. شكرا شكرا لك أبو عمر. أم أحمد من ديالى حياك الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا ما في أتمنى أول شيء أشكركم لأن عم راح توصل صوتنا إلى رئيس دولة الوزراء السيد الشاح السوداني. نعم. وثاني شيء مشكلتي أنا أم عندي ولد وحيد. ايه ها خريج هندسه نفط من سنه 1992. زين اقول عفوا ايه لا 2016. نعم. لحد هسه ماكو الى تعيين. ليش؟ لان لا ابن مسؤول ولا ابن فد واحد عنده واسطه، ما عندنا احنا واسطه بس رب العالمين. نعم. اي واحد. ثاني شيء أم أحمد بس واحدة ابنك ايش قد عمره يعني هسه؟ 92 صغير، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل شيء مقاعد، لا زواج لا تعيين لا عبد. وهو ابني، مو بس ابني، العشرات مثل ابني موجودين وعشرات الأمهات مثل كلوب زين مثل كلوب. اي لا ليل ليل ولا نهار ابني كبر، لا زواج لا شغل لا عمل. نعم نعم. ليش؟ لان ابو مو مسؤول بالدوله؟ ها؟ لان مو بالدوله ابو؟ نعم. لان ما عندي واسطه. نعم. ليش؟ وعمره هسه صار عمره 31 سنه مو 92. نعم. زين شنو ذنبه؟ زين طولت العمر يا رب. ما خطه اللي خاليها يعينون معاهد نفط؟ يتعينون معاهد نفط؟ ورا فترة يروحون يكملون كلية، وأهل الكلية بكالوريوس قاعدين بالبيوت. نعم 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 نعم. ها؟ نعم. وصلت إن شاء الله، وصلت إن شاء الله رسالتك، شكراً لك أم أحمد. أم أحمد من ديالى حكت على قضية تقول أنا ابني موالي 92 عمره 31 سنة، يعني هسا المفروض هو دا يفكر شلون يبني أسرة، مو بالاستقرار، لا بلش يستقر، حصل وظيفة ورا ما تخرج، بلش يكون أموره، بلش يكون أسرة، يبلش يعيش حياته الطبيعية. لكن بالعراق تقول لك ابني لا زواج لا وظيفة لا عمل، كل شيء ما عنده بهالعمر هذا وراء تخرج 7 سنوات وهو محصل وظيفة. بالمقابل أكو فيديوهات طلعت على هاي الشاشة لهنود وبنغال يشتغلون بشركات النفط والعراق بخريجين هندسة نفطية، على الرغم من وجود هيئة بالعراق اسمها جهاز التقييس والسيطرة النوعية. هاي شنو شغلها؟ هاي المفروض تشرف على البضائع المستوردة والداخلة إلى العراق حتى تفحص جودة هاي البضائع.
لكن مسؤولين حكوميين يأكدون أنه أكثر من 55% من البضائع المستوردة اللي تطب إلى العراق ويستهلكها المواطن هي غير مطابقة للمواصفات ومو آمنة، وتدخل إلى العراق بسبب التهريب والفساد المستشري بالمنافذ الحدودية، وتنتشر بالسوق العراقية بضائع مستوردة ما تتوفر بها اشتراطات الجودة، ويرجع البعض هاي الظاهرة إلى ضغوط مؤسسات ودول تستفيد من هذا الشيء، لا سيما إيران. عن شنو دا نحكي؟ اللي رصد لنا يا مواطن تلف معجون الطماطة في بعض البلدان العربية اسمه رب البندورة أو دبس البندورة. هذا المعجون مستورد من إيران، وحذر من استخدامه وتبعات هذا الشيء على الصحة، وتساءل شنو الرقابة وين الدور الحكومي وشون دا تدخل هاي البضاعة التالفة إلى الأسواق العراقية. خلونا نشوف. إيرانية وش مكتوب عليها؟ ماهور. هاي شنو؟ صناعة إيرانية. هو المعجون اللي ناس جاي تستخدمه يوميا بالطبخ، جاي تستوردونه من تل صلاحيات، وجاي تستوردونه تالف وخايس ومعفن، والحكومة ما أدري جاي تسوي. يا أخوان المنافذ الحدودية جاي تستوردون سلع ومنتوجات هي غير مطابقة، أو هي من تل صلاحيات، وتالي ما تالي الشعب العراقي منتهي. بعد ما دمروا كل القطاعات اللي بالبلد، سواء كانت زراعة، سواء كانت صناعة، سواء كانت بنية تحتية، سواء كانت صحة، اليوم وصلت مرحلة يغشون بهذا. هاك باو عليه شلون؟ خلى فرقع الثاني باو عليه. يعني بشرفكم هذا معجون والمواطن يطبخه ما يدري. اليوم الحمد لله والشكر قبل لا نخليه على أكل لقيناه خايس. نطالب من هيئة الرقابة، نطالب من الاقتصاديين، من الشرفاء في العراق أن ينظروا إلى السلع الإيرانية. ويجيك واحد يقول لك لا ما تجينا بضائع فاسدة من إيران. هاي مو أول فيديو، دوروا بالإنترنت تلقون عشرات بل مئات المقاطع اللي تثبت هذا الشيء. طبعا على ما يبدو أنه المواطن العراقي صار من المعتاد عنده على الفضائح، تعلم عليهن، خصوصا اللي تتعلق بجودة المواد الغذائية اللي تم استيرادها عن طريق وزارة التجارة، واللي كانت معرفات أو مفردات السلة الغذائية اللي معروفة بالحصة التموينية المدعومة، واللي توفرها الحكومة لمحدودي الدخل، هي الأكثر شيوعا بصفقات الفساد على مدى العقدين الماضيين. يعني خلال 20 سنة مفردات البطاقة التموينية هي هاي مصيبتها، وما كانت مواد هذه الحصة بمنأى عن الفساد الحكومي، ولعل المقاطع اللي تم تداولها واللي ترصد بين فترة وفترة رداءة المواد خير شاهد على مدى الاستهانة الحكومية بأرواح العراقيين. ومن آخر هاي المقاطع اللي تم تداولها هاي الأيام لمادة الطحين الرديئة اللي تم توزيعها مع مفردات الحصة التموينية. خلونا نشوف. يعني احنا ما نعرف المسؤولين بالبصرة لهم دور متابعة مفردات البطاقة التموينية؟ طبعا هذا الطحين تقريبا وللشهر الخامس، الطحين جدا تعبان جدا تعبان، يعني اما يطلع سيال وما ينخبز، او يطلع اسمر وبريحة حندقوق. يعني هسه هذا مال هذا الشهر، هاي مطحنة الميثاق، زين هذا مال هذا الشهر ايضا، هسه فتحناه البارحة جبناه طحين، طحين يعني اسمر وبريحة زين، ريحة حندقوق. هذا مال هذا الشهر، طبعا هذا التاريخ حتى للتأكيد، هذا تاريخ 27/8/23. ما أعرف يعني المسؤولين بالبصرة لهم دور، هذا الطحين خامس وجبة، هاي نوعية جدا رديئة. أريد هذا الفيديو يوصل الوزير التجارة للمسؤول اللي قاعد ما يدري شكو ماكو، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني المواطن شنو ياكل؟ طحين هسه هذا راح اخذه انا هسه حطيت له بالستويتر راح يبيع علف للحيوان.
واضطر راح اشتري طحين من السوق السوداء. ذني فيديوهات اثنين عن تلف المواد الغذائية أو فسادهن. الأول عن معجون الطماطة. تعرفون بالعراق أكو مصانع، مثلاً مصانع تعليب كربلاء بخطوطها الإنتاجية الكثيرة، من ضمنها كان خط إنتاج معجون الطماطة، بس لأنه ماكو دعم للمصانع أو ماكو تشغيل للمصانع فوقف هذا المصنع. الطحين يحتاج لحنطة وزراعة ومي وغيرها، وراها تحصد وراها تنطي دا تطحن وراها ترجع توزع، بس لأنه الزراعة غير مدعومة لأنه العراق ما بي مي. تعرفون كان في الزمان الغابر عندنا نهرين اسمها دجلة والفرات، كان بذاك الوقت عندنا زراعة، أما هسه الأمور تغيرت، لا عندنا زراعة ولا عندنا صناعة ولا عندنا إنتاج، بل نعتمد على إنتاج الدول الأخرى بالذات الفازة من عندهن. تعرفون ذني منو يتجرجر بيهن؟ وزير التجارة والمدراء العامين اللي بالوزارة وجماعة الحصة التموينية والشركة اللي مستوردة أو اللي طاحنة والشركة اللي ناقلة والمنافذ الحدودية والضباط اللي عبروا، ذولا كلهم ينجرون، لأن احنا ما لنا علاقة بجارة السوق إيران، لأن هي ما دايرة بال للعراق، فراح أصدر لك كل شيء. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجودي أنا من مهند الراوي، أصلاً هي مخصصة للحيوانات، هاي الحصة غير صالحة للاستهلاك البشري. علاء فارس: التمن والله ما يصلح للأكل، والله شلون ما يطبخونه ما طيب. أما صبحي زام العودة يقول: لو أكو متابعة بعد التوزيع وفحص المواد المجهزة للمواطنين من قبل وزارة التجارة والوقوف على نوعية المواد المجهزة، شوفوا المعجون والتمن أو الرز والحمص أصلا غير صالح للاستعمال البشري، تروح تشتكي ألف مرة وننشر ألف مرة وماكو أي حل، الموضوع أكو رب رحيم. أبو ماهر: يبيعون الزين ويجيبون الرديء للشعب، الله ينتقم منكم. للي ما يعرف ليش انوجدت الحصة التموينية؟ الحصة التموينية انوجدت لما انفرض الحصار الاقتصادي الأمريكي على العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وانفرضت هاي الحصة حتى العراق ما يطب بمجاعة، وهاي الحصة كانت تعيش عوائل، بدت ب 16 أو 17 مادة: شاي وزاهي وشامبو صابون ومعجون أسنان وبقوليات على تمن على شكر على دهن على شاي، قلنا لك على حليب أطفال، جقاير في فترة من الفترات كانوا يطون، هاي كلها كانت من ضمن مفردات الحصة التموينية، واللي كانت تنطي للغني وللفقير ما كانت تفرق. أما اليوم الحصة التموينية فازة، فاصوليا منخورة مدودة، طحين أسمر وبريحة، تمن ما يصلح للاستخدام البشري، دهن فاسد، معجون فاسد، يومكم الحساب. هسه راح نروح الى قضيه هدر المال العام. ابو علي من الديوانيه ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو نسمع بعد عمر عبد الكمراض ناظر ما موجوده عندنا. شنو هي؟ بالتصرف انا واثق في الكلام. مثل ذكر كلوي ما سمع عندي، يعني مثل ذكر كلوي من 2003 في حد الآن. نعم. حتى هذا واحد صاحب راح له المستشفى مريض. نعم. طلع عنده فشل كلوي وضغط وسكر. وصرف هذه البكتيريات، ما ادري شنو هي الامراض اللي جت هاي. هاي كلها من هاي غذائيتهم اللي يطببونها والضغط النفسي على المواطن بشنو؟ هم العود وهم الضغط النفسي. هم الضرائب وهذا والأكل اللي يجيبونه المتعصب. نعم. ليش ما تصير باقي الدول هاي؟ ليش باقي الدول أرجع من عندنا ما عدا شيء، ما عدا نفط. نعم. ليش أنا بس بالجنوب فكر كلوي وضغط وسكر وسرطان بالبنكرياس، يعني لأني أنا واحد جين لو أكل الأرضية هاي اللي سببت النهاية. نعم. هاي فكر كلوي توني سمع عندي، يعني ما يعني هاي خلي الطبابة لا حدود انتشار لكم الجنوب. لا سياسينا ما عدا سياسينا دولة يعاني المشكلة حطاهم غادي جاموا يتلبون. يجيبونا من عمالة حطوا رئيس وزراء. نعم. يجيبونا من الطماطات حطوا وزير كهرباء. ما
ما يعرف غير بس الفلوس وبابها هلا بس الدليل دليل. نعم نعم. السياسات والفلوس الدليل ما يندر في شيء. ما يندر بالجنوب الكثير ما يصير السياسة ما يصير سنين ما بدنا نتكلم عنه. ليش ما يصير كردستان ليش ما يصير الدول الجوار ليش بس بالجنوب عندنا فشل كلوي. يعني على الواحد يعني الدولة يعني شو اللي عارج نفسه عارج من نفسه الفشل الكلوي صعب التفكير بالضغط السلطات الجنسيات على ثمان شخص صفك واحد. أنا خصك واحد من مئات الخلاص الصغيرة. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك أبو علي. عبر نشطاء من مدينة الناصرية بمحافظة ديقار غضبهم نتيجة الهدر بالمال العام وسوء تنفيذ مشاريع صندوق إعمار المحافظة وحجم الفساد الواضح بهاي المشاريع المنجزة وغير المنجزة المتلكئة على الرغم من التخصيصات الضخمة لهم. النشطاء دعوا الجهات الرقابية بالحكومة إلى تفعيل دورها بمتابعة المشاريع وتشخيص الخلل وإحالة الفاسدين إلى القضاء وعدم التستر عليهم. مصادر محلية قالت أنه أسباب سوء تنفيذ المشاريع بمحافظة ديقار هي جملة من الأسباب، من بينها سوء اختيار الشركات اللي تنفذ وشبهات وصفقات فساد بإحالة المشاريع إلها وتدخل الأحزاب والنواب بهذا المجال. هاي كلها هي أسباب. الناشط هشام السومري رصد سوء تنفيذ الأساسات لمجسر إبراهيم الخليل وتساءل شنو مصير هذا المجسر وراء انسحاب الآليات من موقع العمل. خلونا نسمع. إلى قلب أبناء معارض ديقار وهذا المشروع سالة سنتين على وضع هذا. طبعا المشكلة تدري محد ليش ما حد يحاسب شركات؟ لأن شركات تابعة للأحزاب، شركات تابعة للميليشيات. المسؤولين ليش يخافون من أصحاب رجال الأعمال والشركات؟ لأن المسؤولين يأخذون كوميشنات ونسب من كل مشروع. فلذلك المقاول ما يخاف، لا يخاف من المسؤولين. لأن يعني المقاول مدعوم من الأحزاب، مدعوم من الميليشيات. طيب شوفكم هذا ركائز ما جسر، هذا ركائز ما جسر. شوفكم هذا باكي عقب مسيرته كانت ما تسوي شو هذا اللي هو طباعه. مشكله احنا من نحكي يكون هذا شوف الطين هذا باع هذا طبعا هذا شغل قديم مال ابراهيم خليل، هذا الشارع القديم شغله هذا الكاي. شوف حتى تفطر باكي عقب مسير في شغل هذا راح يتحمل، هذا راح يتحمل يا مسؤولين يا طبعا المشكله متابعه ما محافظه ماكو. لذلك احنا نوجه يعني باكي عقب هذا المشروع راح يصير مشروع يقول لك هذا شو استراتيجي محافظة ديقار اللي هو الاساس وماكو طبعا شغل فيه. طبعا الوقت الساعه 10:30 ماكو اي عمل. هذا يقول لك اكو عمل بس احنا تواجه هذا اساس شوفه وتفطر اساس مجسر اساس رباط دينك. هذا الناس لما شافت الحكومه ما تراقب، الجهات الرقابيه ما تراقب، النزاهة ما تراقب، البرلمان ما يراقب، ماكو أحد يراقب، قالوا هم لازم إحنا نراقب شلون تتنفذ المشاريع ونشخص مواطن الخلل بيها. لهذا السبب أعلنوا مجموعة من المواطنين والناشطين والإعلاميين عن تأسيس مجموعة الرقابة الشعبية لتفعيل دور الرقابة الشعبية والإعلامية على الأداء الحكومي وملاحقة شبهات الفساد وراء حقبة طويلة من عجز الجهات الرقابية والحكومية عن مواجهة حيتان الفساد اللي تجاوزوا على الأملاك العامة وعلى المال العام وتباطؤوا بملاحقة المسؤولين الفاسدين اللي تورطوا بهاي الملفات خصوصا اللي ينتمي منهم إلى أحزاب متنفذة. تعرف مجموعة الرقابة الشعبية بذيقار واللي باشرت عملها تقريبا أواخر سنة 2021 على أنه هي مجموعة تهدف إلى متابعة ومراقبة ونشر الحالات السلبية لغرض تقويمها وتوضيح الجوانب الإيجابية حتى يباركوها، وأن الحالات السلبية اللي يتابعوها تتضمن تقصير المسؤول بمجلس المحافظة أو غيره إضافة عن الدوائر التي ترتبط بالحكومة بأداء واجباتهم وغير هاي الأمور من القضايا العامة. لكن إن أعضاء هاي المجموعة صاروا اليوم بعداد الملاحقين قضائياً وراء ما طالتهم تهديدات من قبل متنفذين من بينهم شخصيات تدير صندوق إعمار محافظة ديقار، واللي صار للناشط ناطق الخفاجي واللي أكد تعرضه إلى تهديد من قبل مدير صندوق إعمار محافظة ديقار خير دليل على هذا الشيء. خلونا نسمع. رسالة إلى رئيس الوزراء، رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى، إلى أفاق زيدان. طبعا هاي تبليغة جت لي من مدير صندوق إعمار ديقار. طبعا خليني اسولف لكم هاي السالفه. هذا بعد ما فضحت انا اكو فساد بالصندوق
اجتنا هاي التبليغه، رحت له الى مدير الصندوق، هددني هددني بالقضاء قضائيا وهددنا عشائريا. انا اليوم اوصل رساله الى ابناء محافظه ذقار ولا رئيس الوزراء ولا اولاد عمي ولا ابناء عشيرتي، اي شيء يصير بي يصير بجهالي، يصير ببيتي، يصير بحلالي، يصير بسيارتي، يتحمل مسؤوليته مدير صندوق اعمار ذقار محمد جواد الزيدي. انت هددتني وانا عندي شهود، يعني انت اليوم انا اقول انا اكو فساد بهذا الشيء، اكو مشاريع بيها فساد، اليوم تسوى عليه ورقه تبليغه، يعني اليوم لا اكو فساد ونحكي يعني بقانوننا. تعرفون مدير صندوق اعمار محافظه ذقار شنو طبق عليه يا مثل؟ هم نزل وهم يدبج على السطح. فوق ما انت مخالف تهدد. يعني بالضبط المثل المصري ما ضربني وبكى وسبقني واشتكى، بالضبط الاخ انت البايق وانت المختلس وانت المشتكي وانت اللي تهدد وصاحب الحق يخاف. هذا عراقنا الجديد. ناس لما سمعت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من فيسبوك أبو أنيس حمدان يقول أصبحت كلمة الحق مهددة بالقتل، كيف العمل بالحق؟ عباس الطرفي هو صاحب الحق بعد ما يردوا يردون بس الحرامية. شذا الكتشو تقول هذا يثبت أن الحكومة مجرمة وما زالت نيتها سودة وتريد تقتل بعد وبعد. أما سيف الموسوي يقول يا با أحزاب موجودة وتردون تأخذون حريتكم. فكانت هاي تعليقات الناس على هذا الموضوع. القطاع التعليمي بالعراق يعاني من سنوات طويلة من إهمال حكومي وضعف كبير باستحداث مدارس جديدة وترميم المدارس القديمة، إلى جانب النقص اللي موجود بالملاكات التعليمية. هذا كله يأثر بشكل سلبي بمسيرة التعليم بالعراق. واللي صار افتتاح 400 مدرسة جديدة خلال العام المضي أو الحالي وفقا للبيانات الرسمية، ما نعرف الصحيح منها. تقارير دولية تقول أنه نحو 50% من المدارس الحالية تحتاج إلى عمليات إعادة تأهيل حتى يخففون من الاكتظاظ الحاصل بالصفوف المدرسية واللي يتجاوز عدد الطلاب بأغلبها أكثر من 50 طالب أو طالبة. ومن بين هاي المدارس اللي جرى إهمال ترميمها هي مدرسة الحكيم بأحد أقضية محافظة البصرة، على الرغم من المخاطر الكبيرة اللي تهدد أرواح الطلاب بسبب تهالك المبنى المدرسي وكونه بناية آيلة للسقوط. خلونا نشوف. ليش تعبانه هذا البناء مالها، والمدرسة بناها جديد، يعني المقاول لا بخلب وخم سلمها للدولة، لا حسيب ولا رقيب. الناشد الخيرين والناشد الناس الزينين يتدخلون. المدرسة تعبانة، شوارعها تعبانة، مكانها تعبان، طلاب يعانون. يعني المدرسة ما متوجهة، مكانها ما متوجه، شلون انبنت ما نعرف، على أي أساس انبنت ما نعرف. فالصراحة ما أعرف، يعني ماكو دراسات، لا مسؤول يتابع. قطع الأراضي بحي الحكيم كلها انسحبت، الناس خذتها وقسمتها بيوت، فالدولة ما جاي تحسب حساب للأسف. مناطق الزينة والمضبوطة مع المدارس مسحوبة للناس، وبعض الله تبسه للنخوة والقيرة الله يرحمه ويديكم. وبدل الدوام الجديد الكافي واقع، الأرضية تعبانة صبخة. يعني المدرسة شوفها مبنية بالعهد السومري وهي صار لها أقل 10 سنوات، فالمقاول ما أدري منين جايبينه، الله يستر عليه. والمدرسة اللي أنا درست بها الابتدائية مالتي يمكن كانت مبنية بالعهد الملكي. البنك الدولي بتقرير إلى أشار أنه بناء المدارس بحدها ما راح شيء ينتشل التعليم من الواقع المأساوي بالعراق. بلد ما ينفق على التعليم تقريبا إلا 1% من نفقاته للبنية التحتية التعليمية، مو من الميزانية، وهي تعتبر نسبة منخفضة جدا بكل المقاييس بظل حاجة ملحة وعلى وجه السرعة لإنفاق أكبر على البنية التحتية لقطاع التعليم. البنك الدولي شدد بتقريره وجوب أن تقترن الاستثمارات بالبنية التحتية للمدارس باستثمارات كبيرة بالتعليم، ومنها تدريب المعلمين، توفير المواد
مستلزمات اللوازم الدراسية، تكنولوجيا التعليم وغيرها من مدخلات جودة التعليم، لأنه مسؤولية المعلم مو بس يضمن التعليم، لا يضمن كل الطلاب إلى المعلم حاجتهم البعض، لكن المعلمين يحتاجون إلى وسائل دعم حتى يقدرون ينقلون هاي الرسالة. التقرير ينقل عن معلمين أنهم يحتاجون إلى مزيد من مواد ومناهج تعليمية، أهم من هذا الشيء مزيد من التدريب، وخلص أنه إعادة بناء المدارس ما يعتبر جزء واحد من الحل، فهواية من الأطفال يروحون إلى مدرسة لكن ما يتعلمون شيء بيها، على الرغم من إعلان بناء وترميم بعض المدارس إلا أنه الحاجة الفعلية تقريباً 8000 إلى 10000 مدرسة بعدها قائمة حتى نتفادى النقص الكبير بعدد المدارس عقب الاضطرار إلى اعتماد نظام دوام مزدوج أو ثلاثي، وتجهيز هاي بمستلزمات وكتب ومقاعد ومناهج وغيرها، إضافة عن انتشار ما يعرف بالمدارس الكرفانية. فمثلاً بالبصرة انتقد ناشط مدرسة كرفانية ما تتناسب مع الظروف الجوية الحارة صيفاً والباردة شتاءً وللسنة السادسة على التوالي ورا ما تأسس سنة 2019. تعالوا نشوف. كرفانية من سنة 2019 لحد الآن وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة تصل درجة الحرارة 52 وبمدرسة كرفانية، كرفانية من سنة 2019 محافظ البصرة ابنك يداوم هاي؟ السيد مدير قسم الأبنية المدرسية في داخل ديوان المحافظة ابنك يداوم بمدرسة كرفانية؟ ابنك أفضل من منو ابنك سيد محافظ البصرة؟ ترى ماكو واحد أفضل من واحد، يشهد الله ورسوله كلنا احنا بنقرأ وحده. بالتالي عندنا مئات من المدارس قسم منهن مبنيات عن نص ومتروكات صار سنوات وقسم منهن كرفانية، وهذه المدرسة في قضاء شق العربة أعزائي المشاهدين وبمنفذ حدودي يدر مليارات يوميا. ما جاي نعرف القسم الأبنية المدرسية داخل ديوان محافظة البصرة شو يسوي؟ بس أريد واحد يجاوبني شو يسوي داخل ديوان المحافظة ومئات من المدارس معطلة. سيد مدير تربية البصرة عندك علم لو لا؟ السادة النواب الممثلين عن البصرة وبالتحديد قضاء شط العرب، شفتوا هاي المدرسة الكرفانية لو ما شفتوها؟ وكو مشكلة ما قالها الناشط، هاي المدرسة الكرفانية بها مدرستين، متوسطة للبنات وابتدائية للولد. ما شاء الله، الناس لما شافت هالفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق أمين جاسم: ماذا تترجى من حكومات الأحزاب السفلة والذيول؟ وستار المالك يقول: الفساد مستشري في كافة مفاصل المحافظة لله المشتكى. وعلي الحجيم يقول: العيداني نموذج الأحزاب الإسلامية التي أوصلت العراق إلى مراكز متقدمة بالفساد بشتى أنواعه. ومصطفى النفطاوي يقول: مدرسة التفاني المتوسطة في الجزيرة شط العرب من سنة 2012 وإلى الآن هي مدرسة كرفانية. وكانت تعليقات الناس حول هذه القضية. مشاهدينا الكرام، احنا اليوم بتاريخ 4/9، هذا التاريخ هو الذكرى ال 43 لبدء العدوان الإيراني واللي بانت ملامحه الأولى يوم 4/9 سنة 1980 واللي استمرت وراها حرب لمدة 8 سنوات، لما بدأ نظام الخميني بقصف المخافر الحدودية والعمق العراقي على الرغم من المئات من المذكرات الاحتجاجية اللي بعثها العراق واللي بعدها موجودة بأدراج الأمم المتحدة كشاهد على محاولة تفادي العراق خوض هاي الحرب للدفاع عن نفسه قبل ما يجي الرد العراقي بتاريخ 22/9/1980. فكانت بداية الحرب اللي استبسل بها العراقيين لثمان سنوات دفاعا عن تراب وحياض الوطن. مزيد من التفاصيل بهذا الانفوغرافيك اللي لخص المراحل اللي سبقت بدء العدوان الإيراني على العراق واللي أنتج قسم التواصل الاجتماعي. خلونا نشوف. Thank you.
إذا أردنا نحكي على هذا الموضوع فهو مطول. بعد أن وضع حجر الأساس للربط السككي بين سوريا والعراق بمباركة إيرانية من قبل محمد الشياع السوداني، صار هو الشغل الشاغل، وهذا الترند الثالث أو الرابع عن هذا الموضوع هو الربط السككي وتعطيل الموانئ. راح نقرأ لكم بعض منه. عباس عبيد يقول: نداء للشعب العراقي، الربط السككي مع إيران يقتل ميناء الفا ويعتبر رصاصة الرحمة على هذا المشروع الكبير الذي يعلق عليه الشعب آمال كبيرة في إحياء الاقتصاد العراقي. لينا البياتي: السودان يضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة لنقل المسافرين وزائري العتبات بين العراق وإيران بحضور نائب رئيس الإيراني محمد مخبر. مبارك الربط السككي لنقل الكريستال وتهريب الدولار والسلاح من إيران إلى العراق والعكس. علي قاسم السفير: الربط السككي يعني تدمير كامل للموانئ والاعتماد على نقل المواد ذهابا وإيابا بواسطة سكك ستربط بيننا وبين إيران. الربط يعني بيع أرض لإيران تقدر ب 15 كيلومتر من العمق العراقي. أحبائي العراقيون، وطنكم بيع ونفطكم سرق واقتصادكم دمر وأرضكم تقطعت وموانئكم عطلت. عباس الطائي: العار سوف يلاحق كل من وقع على هذا الاتفاق، العار لكل من صمت على هذه الخيانة العظمى للعراق. هاشتاغ الربط السككي وتعطيل الموانئ، هاي التغريدة وغيرها كانت على هذا الوسم اللي تصدر ترند العراق في 24 ساعة الماضية. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما بجعبتنا في حلقة صوتكم. أعتذر لكل من كتب لي رقم الواتساب لكن ما بقى عندي وقت أقران. شكرا جزيلا لمتابعتكم حلقة صوتكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله باكر بنفس الموعد. في أمان الله.